يا قارئ القرآن تلك منازل من صنع رب العرش من مولاك جعلت لمن حفظ الكتاب بحقه والله جل جلاله زكاك. مع هذه التلاوة القرآنية المباركة وفضيلة الدكتور عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء تمسسه نار نور على نور. نور على نور على نور. الله نور السماوات والأرض مصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من
شجرة مباركة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر وإقام الصلاة وإيتاء
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء غير حساب. صدق الله العظيم.